أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا الأخ السائل ويقول: شيخ، ما حكم الاستهزاء بالمتدين والتنقص من قيمته والحديث عنه؟ إن كان يستهزئ بدينه وتمسكه فهذا ردة عن الإسلام، ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانه. أما إذا كان يستهزئ به لشخصه فقط لا لدينه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرجه من الإسلام. على كل حال الاستهزاء لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والله جل وعلا قال: ومنهم الذين يلمزون المتطوعين، قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فلا يجوز الاستهزاء بالمسلم، والمسلم له حرمة وله قيمة، وإنما يستهزئ بالمسلم المنافق الذي ليس له دين أو ناقص الدين، عنده نقص في دينه، تساهل في دينه، فهذا عليه خطر عظيم. المهم أن الإنسان يحفظ نفسه عن الاستهزاء بالناس عموما والاستهزاء بأهل الدين خصوصا. نعم.